أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش أن الدائرة ستوقف استقبال طلبات إصدار وثائق الدائرة من خلال مراجعة مباشرة لمديريات تسجيل الأراضي، وذلك اعتبارا من 11 من شهر شباط الحالي. وأكد العموش أنه سيتم الاكتفاء بالاستفادة من إصدار الوثائق إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو من خلال تطبيق سند، الأمر الذي سيوفر على طالبي الخدمة سواء كانوا مواطنين أو أجانب أو مستثمرين اختصار الوقت والجهد والمال وتحقيق المزيد من الشفافية في تقديم الخدمات.